صالح بن حمد بن محمد بن حول المري. انتهت مجريات الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، ينطلق شوط جديد وأسماء جديدة ودفعة جديدة في هذا الصباح على الهواء مباشرة، والكريبي بن جابر المري يتواصل. شكرا أبو سعد، شكرا محمد بن بريك. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط جديد فعاليات شوطنا الثالث بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية بمنافسات سن اللقاية. هذا الملتقى الجميل، الملتقى الأخوي على أرضية ميدان التحدي، لنتابع منافسات هذا اليوم ومنافسات مستمرة. وأربعة كيلومترات هذه المسافة التي تروي لنا هذه القصة الجميلة، والقصة التي أيضا تتحدث لنا بعنوان الناموس. أنطلق مع الصدارة ليقوص وأبحر مع المركز الأول، ليتابع أول المنطلقات مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة ومع انطلاقة مميزة، لنتابع ونشاهد انطلاقة مذيار علي بن محمد بن راشد بن شابل مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني تواجد نيازك عبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر، نقلتنا إلى ثالث المراكز، لنتابع تقدم طرابلس محمد بن صالح بن حمد القمرة، ينطلق شعاره مع الملكية والمضمر سعيد بن حمد العويسي. المركز الرابع وصلت على رابع المراكز بهذه لحظات جبارة محمد بن حمد بن عديق آل بريد المري، وخامسا شروق عبد الله بن محمد بن علي بن طفلة المري، يقدم لنا شروق مع إشراقة شمس يوم جديد، يوم الجمعة المباركة ومنافسات هذه الأسماء وانطلاقة الخماسية الماسية. أول ندائنا للأسماء الخمسة المنطلقة والمندفعة لاحظة عن كلمة الناموس. أعود إلى الصدارة ليتابع أحداث المقدمة، ليشاهد أول المراكز والمقدمة مذيار، آخر اسم يتدون معنا في كشف التعليق، وأول اسم يفتتح النداء في هذا اليوم وفي هذا الشوط مع انطلاقة مذيار لعلي بن محمد بن راشد بن شابل. يقدم لنا هذا الشعار ليحكي لنا قصة هذا الشعار الذي حضر في أيضا المواسم الماضية بإنجازات متوالية، حصد أيضا نقاط عديدة، حضر في أيضا انطلاقات السباقات المحلية وفي المحافل الخارجية، ليثبت وجوده في هذا اليوم ومع انطلاقة مذيار. المركز الثاني تابعوا وشاهدوا انطلاقة وتقدم من قبل طرابلس. انطلقت طرابلس لتقود الأسماء، لتتغير من مركز إلى مركز، لتقود الشعارات بانطلاقتها طرابلس. محمد بن صالح بن حمد القمرة من يمتلك طرابلس، سعيد بن حمد العويسي من يقودها بالتضمير. الله يا طرابلس، هذه هي طرابلس بانطلاقة مميزة بأداء مميز. ننتقل إلى ثاني المراكز لنتابع مذيار علي بن محمد بن راشد بن شابل. المركز الثالث حاملة الرقم ثلاثة، يا لحلات الصدف، جبارة والإثارة ترافق جبارة محمد بن حمد بن عتيق البريد المري. والمركز الرابع الله يا شروق عبد الله بن محمد بن علي بن طفلة المري، يقدم لنا شروق. المركز الخامس غادمة عزامة لأول ندى تصل بهذه اللحظات، غادمة من منطقة القصيم من المملكة العربية السعودية، محمد بن حمد بن علي ربيعان يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. الله 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 الله، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات خلف دائرة الأسماء الخمسة. أرى كوكب من الأسماء، أرى أيضا سيل جارف من الشعارات، والكيلومتر الأخير
يا كيلو ما بعدك كيلو، هذا الكيلو اللي يذبح بانطلاقاته بتقدم الأسماء. بدأت الأمور تتحرك نوعا ما مع الشعارات والأسماء، ولكن طرابلس ما زالت على الصدارة، ما زالت مسيطرة على المركز الأول. طرابلس بن محمد بن صالح بن حمد القمر أحد ممثلين الشحانية ينطلقون مع الصدارة، ولكن وصلت على المركز الثاني العنود. العنود عنود الصيد تنطلق مع الصدارة، تعود الملكية لعبد الهادي بن علي بن عجلان آل بريس المري، ينطلق بعجلة من أمره باحثا عن كلمة الناموس، ولكن عطوري اللي وصلت من المركز الثاني. وصلت عزايم سالم بن تخيل بن سالم بن ربيع الجرموعي، ينطلق شعاره مع المركز الثاني ليواصل بانطلاقة عزايم سالم متخيل بن سالم بن ربيع الجربوعي، ينطلق شعاره منافسا مع المركز الثاني. يا سلام، غيرت وانطلقت عزايم، والعزايم مع الغنايم، غنايم وعزايم، عزايم مع الصدارة، عزايم مع المقدمة، تذهب بناموس هذا الشوط وتنتزع هذا الناموس الصباحي الثالث في هذا اليوم التالي. والتبريكات نزفها لمالك عزايم سالم بن تخيل بن سالم الربيع الجربوعي المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام العنودي عبد الهادي بن علي بن عجال برئيس المرن المركز الثالث، كان الوصول من قبل ذيبه لبندر بن محمد بن زمان هاجي المركز الرابع، كان الوصول من قبل تكريم لسالم بن عبيد بوظيفير العامري المركز الخامس، طرابلس محمد بن صالح بن حمد القمره. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء استمتعنا بانطلاقه هذا الشوط وشاهدنا المنافسه التي دارت ما بين الاسماء وفازت معنا عزايم بتوقيت زمني وقت 6 دقائق 16 ثانية 55 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك عزايم سالم بتخيل بسالم الربيع الجربوعي. إذن نهني مالك عزايم المركز الثاني، وصلت على ثاني المراكز، شعار بالعجلان 6 دقائق 17 ثانية 31 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك العنود عبد الهادي بن علي بن عجال بريص المركز الثالث. الذيبة وصلت على المركز الثالث 6 دقائق 19 ثانية 65 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لبندر محمد بن زمان المرسال الهاجري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شوط جديد ينطلق، والزميل جابر المطلق الهادي يتواصل معلقا على فعاليات هذا الشوط.